نشوف أبرز ما لدينا في الغربال. إيد واحدة. اللي سمع كارلوس كيروش امبارح، هنا خلاص هو كيروش دلوقتي، يعرف إنه امبارح هو بيتكلم وحتى النهارده في المؤتمر الصحفي قد ايه الراجل مركز على الدعم والحماس الجماهيري الكبير في الملعب، لدرجه انه قال لك ده الجمهور اللاعب رقم 12 اللي انا عندي ثقه لو احتجت اخرج محمد صلاح عشان انزل اللاعب رقم 12 هيكون له تاثير معايا في مسانده اللعيبه ودعمها. ده كان كلام مهم جدا، بالذات لانه جاي مع حلم الرابعه، حلم التاهل الرابع ان شاء الله لكاس العالم. نشوف هذا التقرير. في 9:30 مساء يوم الجمعه الموافق 25 من شهر مارس، تتجه أعين أكثر من 100 مليون مصري صوب استاد القاهرة لمتابعة أهم مباراة في تاريخ منتخب الساجدين الذي يستضيف نظيره السنغالي في الشوط الأول من التصفيات النهائية لقارة إفريقيا والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. أعين المصريين تتجه إلى استاد القاهرة وقلوبهم إلى السماء تدعو بأن يكون التوفيق حليف 11 رجلا في الملعب لتحقيق فوز كبير مطمئن نقطع به خطوة نحو كأس العالم 2022 انتظارا للشوط الثاني من المباراة في السنغال. المباراة تأتي بعد لقاء صعب جمع بين أقوى وأهم منتخبين على الساحة القارية في نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي أقيمت بالكاميرون، وكان النصر حليف أسود التيرانجا بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية. تاريخيا تقابل الفراعنة وأسود التيرانجا 14 مرة من قبل، كان النصر حليف منتخب مصر في 7 مرات مقابل 4 انتصارات للسنغال، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مواجهات. سجل لاعبو منتخب مصر 12 هدفا واستقبلت شباكهم 8 أهداف سنغالية. منتخب مصر يخوض اللقاء تحت قيادة البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش الذي يمتلك سيرة ذاتية رائعة وقاد العديد من المنتخبات للوصول إلى نهائيات كأس العالم. ويعتمد كيروش في منتخب مصر على توليفة تجمع بين المحترفين والمحليين، ويعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من أبرز الأوراق في قائمة منتخب مصر، ومعه محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، بالإضافة إلى المتألق محمود حسن تريزيجي لاعب بشاك شهير التركي، والواعد مصطفى محمد مهاجم جلطة سراي التركي، والاكتشاف الجديد القديم عمر مرموش لاعب شتوتغارت الألماني، بخلاف العناصر المحلية أصحاب الخبرات وعلى رأسهم أفضل حارس في مصر وإفريقيا محمد الشناوي وثنائي خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السلية، بالإضافة إلى محمود الونش. بينما يخوض أسود التيرانجا اللقاء تحت قيادة نجمه السابق أليو سيسي، والذي يعرف جيدا أهمية اللعب في كأس العالم بعد أن قاد السنغال للحضور الأول في المونديال عام 2002. يعتمد سيسي في تشكيلة منتخب السنغال على قائمة مدججة بنجوم سمراء تغزو السماء الأوروبية، على رأسهم ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، وإدوارد ميندي أفضل حارس مرمى في العالم والمحترف في صفوف تشيلسي الإنجليزي، وقائد الفريق خاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، وبوناسار المحترف في بايرن ميونخ الألماني، بالإضافة إلى الخطير إسماعيل سار لاعب واتفورد الإنجليزي، وفودي بالوتوري لاعب إيسي ميلان الإيطالي. وتسعى كتيبة إليو سيسي لتحقيق نتيجة إيجابية على أرض الفراعنة انتظارا للشوط الثاني في السنغال، ولتأكيد أن انتصارهم الأخير في نهائي كأس أمم إفريقيا لم يكن ضربة حظ. شوفوا، هي واحدة من أهم مباريات في تاريخ الكرة المصرية، وأنا لما بقول واحدة من أهم المباريات لأن أي مباراة حاسمة يا جماعة بتوصلنا إلى كأس العالم هي مهمة جدا،
لكن انا اللي بيدهشني يا استاذ ابراهيم، هو لو كان التاهل بالفوز ببطوله افريقيا كنا وصلنا كم مره؟ سبع مرات. سبع مرات، لكن احنا كل مره يا نكسب مباراه فاصله تودينا الدوره الاولمبيه يا امم افريقيا. يعني لو احنا رحنا في تصفيات، يعني عايز اقول لك على، انت تقصد انه تاخد كاس الامم فتتاهل؟ انا بدي لو كانت كده، لو كانت كده انما سوء، احنا لينا سوء حظ عاثر في تصفيات الامم الافريقيه. انا اذكر ان احنا مع كابتن الوحش جت ضربه جزاء لو احرزها الكابتن جمال عبد الحميد. تصفيات افريقيا لكاس العالم مش الامم الافريقيه. انا بدي ده وبدي ده. انا اصل جمال دي كان كاس العالم يا سيدي. ما انا فاهم. انا بقى بعد ما خلصت حظوظنا الجيده في كاس الامم الافريقيه وحظوظنا الجيده في تصفيات الدورات الاولمبيه اشوف حظنا العاثر. ما اقولك حظنا العاثر في تصفيات كاس العالم. ايوه، ان احنا نقترب كثيرا ولا نحقق هذا الامر. هي سوء بخت مش مساله جداره، لان الجداره كان لازم بحكم التاريخ والفوز بكاس الامم الافريقيه ان احنا نبقى من اكثر الدول مشاركه بكاس العالم، بحكم التصفيات الدورات الاولمبيه نبقى احنا من اكثر الناس. وخلي بالك تصفيات الدورات الاولمبيه ما كانتش في السن الاولمبي ده، هي اتعملت مؤخرا كده. كان المنتخب الاول، المنتخب الاول رحت لوس انجلوس بالفريق الاول. لا، وانت ما تشوف احنا رحنا حتى في برشلونه بالفريق الاول بعد 88، من 92 بقت بالسن الاولمبي. بقى بالفريق الاول. وانت لما تشوف لما نيجيريا خدت الدوره الاولمبيه خدتها بالفول تيم بتاعها. اذا يعني احنا مش عايزين. لا تقصد نيجيريا خدت الميداليه في 96، كان في اطلانتا، كان بالفريق الاولمبي. اولمبي ده كان كل النجوم موجودين. ما هم في النسور الواعده بقى، ما هو كملوا بعد كده كبير، لانه كبير يعني كالوشا اعتبار السن الاولمبي من سنه 92. اسمه اوكاشو ومش عارف. أيوة اموكاشي. أيوة. ايمانويل. كلهم كانوا صغيرين، كلهم كانوا السن الاولمبي. مش هناقشك على الهوا عشان ما تضيعش وقت. لا مش هناقشك. كمعلومه تاريخيه، هي لغايه دوره 88 دي اخر مره السماح. أيوة. للمنتخبات بالفريق الاول. 92 بدأ الأولمبي. أيا كان. 92 على فكرة عايز أفكرك إنه مصر راحت 92 بالمنتخب الأولمبي اللي كان بيدربه الكابتن الدكتور محمود سعد ومعاه الكابتن مصطفى عبده، كان في برشلونة وخد الجيل بتاع هادي خاشب ووليد صلاح الدين ومحمد صلاح أبو جريشة والمجموعة. ما علينا. هو بيبقى مدعوم بثلاثة من الكبار. فوق السن. فوق السن. يعني ده اللي أنا عايز أقوله، ما نبصش نفسنا إن إحنا أقل من أن نصل إلى كأس العالم، وانها يعني اذا حققناها تبقى من المفاجات الصادمه من الفرحه. لا، نستحق الوصول الى نهايات كاس العالم. احنا لما لعبنا كاس الامم الافريقيه وصلنا الى الفاينل مع السنغال، نستطيع ان نقدم مباراه طيبه. وانا عايز استعير كلام لكورش، ما اعرفش جاي بعد كده ولا لا. وهو بيقول للعيبه بقى ايه، انت بتقول هو قال الجمهور اللاعب رقم 12 اللي ممكن يبقى البديل لمحمد صلاح. ده لقيمه الجمهور ولا قيمه محمد صلاح؟ يعني مش معنى كده انه عايز يغيره، يعني انه ده لاعب لا يعوض، لكن ده لاعب مطلوب. ان هو بنفس الاهميه والقدر شايف انه احسن لاعب في العالم، يبقى الجمهور بتاعنا لا يقل قيمه عنه. يوميا بوعيه وتشجيعه المستمر في كل لحظات المباراه. هنا لما اتحدث على قيمه الجمهور بقى هنا. لما تاثيره انه، وده بنشوفه مع المنتخب وتشوفه مع النادي الاهلي، ان بيدخل جون في النادي الاهلي تجد الجمهور بيهتف وعنده تفاؤل. جمهور منتخب مصر الاحداث ال 90 دقيقه عرضه لكثير من المفاجآت، بعضها صار بعضها ممكن يبقى مش صار. تتعامل ازاي؟ جمهورك دايما مساند في المفاجآت الساره وغير الساره، دايما مساند. وهنا ياتي قيمه هذا الجمهور. لكن هو بيطلق للعيبه بقى، هو بيعرف يتكلم مع اللعيبه كويس قوي في التويتات اللي بيعملها. انا عايز كل لعيبه يبقى احسن من نفسه من المباراه السابقه. وانتوا خلي تحدياتكم
مش مع كوت ديفوار ومع السنغال ومع الكاميرون، لا خلي تحدياتكو معاكو انتوا نفسكم، كيف نمضي قدما في المستوى، ولو عملتوا كده هتكسبوا كل الفرق دي. انا موافق على هذا.